غالباً ما يرتبط معدل التضخم بالوضعية الاقتصادية للبلد والارتفاع الكبير لأسعار المنتجات. الجزائر اليوم وفي آخر الإحصائيات تسجل رقماً معتبراً في مستوى التضخم يلامس مستوى 4% مقارنة بـ 2.4 السنة الفارطة. يأتي هذا في ظل التأثيرات المتعاقبة لارتفاع أسعار المنتجات المستوردة وحتى المصنعة محلياً. إذا كان تكاليف الإنتاج ارتفعت، هذا وش راح يؤدي؟ راح يؤدي إلى ارتفاع من التكاليف الأساسية في عملية الإنتاج، أجور العمال سواء كانت محلية أو أجنبية في حالة الاستيراد. إذا كانت المواد المستوردة هذه أسعارها ارتفعت، راح يؤدي إلى ارتفاع في أسعار المنتجات. المتأثر الكبير من هذه الحالة هم أصحاب المداخل الثابتة أو عديم الدخل. تسجيل 5.7% كنسبة الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية خلال 5 أشهر الأولى فقط، وإن كان المواطن البسيط المتأثر الوحيد بنتائجها، فإن ثبات معدل رواتب الجزائريين يعد أحد الأسباب المباشرة في تراجع القدرة الشرائية وارتفاع معدلات التضخم. كثير من الأسعار تغيرت في السوق الوطني، وبالتالي أنه وطبعا مع ثبات الدخول في المراحل السابقة نقدر نقول أنه بطريقة متوسطة 10 سنوات الأخيرة تقريبا انخفض معدل الدخل إلى 50%، وهذا طبعا نظير طبعا عدم زيادة أو زيادة بسيطة فقط في الدخل بالنسبة للحد الأدنى. تقليص الفجوة بين الأجور وأسعار مختلف المواد الاستهلاكية ومتطلبات المعيشة يبدو أنه لن يتحقق إلا باستقرار اقتصادي ومالي وإصلاحات عميقة تأخذ بعين الاعتبار قيمة المدخول الفردي للمواطن ورفع قدرته الشرائية كأولوية.